عندي حاجات موجودة من حياتي الشخصية. أنا نكتب القصيدة طروادي، عندنا ثلاث مفاهيم، مفهوم لعامة الناس، مفهوم لبعض من الناس، وكان مفهوم لي شخصي. في القصيدة نقدر نفسرها لك، مثلا أغنية فلة لما سجلنا إيه إيه قالوا ما قالوا ويقولوا وش عندي فيهم، هي رد على فرنسا، أنا رديت على فرنسا لما قال لك من يقتل من، قلت لهم أنا اللي عندي أصل وعندي أب وعندي 70 جد، تسألني أنت اللي ما تعرفش باباك تسألني تقول لي من يقتل من. احنا الجزائر، احنا زهرتنا جزائريين. فرنسا كانت دائما تحاول والى يومنا هذا، ولكن المفهوم تحاول دائما ان تطمس وتجرح وتفتن. ايوه ولكن نحن لها بالمرصاد. لما سجلتها فلا هي بالنسبه لها جاره تتكلم على جاره، كي شرحت لها الموضوع انا قالت لي غنيتها للصحافه الفنيه، قالت لي كانوا يقولوا طلعوا علي اشاعات، قلت لهم قالوا ما قالوا ويقولوا كانش هي مش فاهمه الموضوع كاع. لما شرحت لها لما شرحت لها قلت لها واش نقصد واش نقصد والابيات هاك الترجمه تاعهم، قالت لي لا ما قلت ليش، قلت لها خفتك تغنيها نشيد انا نشيد وانا بغيتك تغنيها نايلي.